أغنية لأنه ما للصبر حدود. طبعا هالأغنية من أكتر الأغاني اللي انظلمت من بين أغاني كوكب الشرق بالذات, إنه صدرت بنفس عام لقاء السحاب. إنما للصبر حدود, للصبر حدود, للصبر حدود يا حبيبي. يعني القصة يا سيدي إنه بسنة 1963 قررت أم كلثوم تتوجه للموجة عشان يلحن لها هاي الكلمات. بلش الشاعر عبد الوهاب محمد يكتب الكلام والموج يلحن. كل مرة بتحكي معه لمحمد الموجي كوكب الشرق يقول له لسه يا ست, لسه يا ست, بعد شوية. شو عملت هي؟ اتوجهت للمحكمة, راحت رفعت عليه قضية وتشكت عليه في المحكمة انه هذا اللحن بعده مش خالص. فبروح على البيت وبيحكي مع تليفون, قال له المحضر جاني يا ست وبقول لي انك متشكي علي. فبتقول له يا موجي انما للصبر حدود. فمن هون طلعت الكلمة. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود. وانت مثل دائما بتجيب لنا دائما صوت الملحن. يعني هذا مهم لإلي دائما إبراز إنه الأغنية هي نتاج عمل ثلاثي بين الكلمة واللحن والمغني وأداء المغني. فبتخيل هذا الثلاثي هو اللي بيصنع الأغنية, فيش أفضلية لحدا.